بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكل مشتركي وزوار قناة جمالك طبيعي، دائما تلبية لرغبات مشتركات القناة بوصفات متعددة. اليوم سألبي رغبة بعض المشتركات في تقديم وصفة من عشبة ذنب الخيل أو ذيل الحصان، والمكونة من شامبو ذيل الحصان أو ذنب الخيل، وكذلك زيت ذنب الخيل، وكذلك تونر ذنب الخيل. فقد وجدت العديد من الأعشاب الطبيعية والتي توفر إمكانية تطويل الشعر في وقت قياسي، ومن بينها هذه العشبة الرائعة وهي متواجدة وسعرها رخيص، متوفرة عند كل العطارين باسم ذنب الخيل. اطلبيها من العطار بهذا الاسم، ذنب الخيل أو ذيل الحصان. نبدأ أول وصفة، وهي عبارة عن زيت ذيل الحصان أو ذنب الخيل. في هذه المكونات نحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من عشبة ذنب الخيل. يمكنك استخدامها على هذا الشكل أو يمكن استخدامها على شكل بودرة. وكذلك نحتاج لربع كوب من زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو زيت الألوفيرا أو زيت الصبار أو زيت الأرغان أو أي نوع زيت تستخدمينه. غير متوفرة عندك كل أنواع هذه الزيوت، يمكنك استخدام زيت المطبخ. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من عشبة ذنب الخيل وربع كوب من زيت الزيتون، يكون دافئ. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ويوضع على حمام مائي لمدة ساعة كاملة للحصول على زيت ذيل الحصان أو ذنب الخيل. بالنسبة لمن تعاني أو شعرها فيه شيب، يمكن استخدام هذه الوصفة بزيت الخردل أو زيت الميرامية، أو يمكنك إضافة بودرة الخردل حوالي ملعقة طعام كبيرة إلى هذا الزيت، أو ملعقة طعام كبيرة من بودرة الميرامية. يمكنك استخدامها كذلك الميرامية بدون طحن حسب الرغبة وحسب المتوفر عندك في البيت. يترك قلت لمدة نصف ساعة إلى ساعة، وبعدها نصفي نضع الزيت مع العشبة مباشرة في قارورة تكون داكنة اللون لوضع الزيوت، ونضعها في مكان مظلم لمدة 3 أيام. يمكننا استخدامها كحمام زيت للشعر، حيث يحتوي زيت ذيل الحصان على العديد من العناصر المفيدة لسلامة الشعر وحتى صحته. يساعدك على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، يقوي لك بصيلات الشعر والتي تزيد من طوله وكثافته، يعالج مشاكل الشعر المتمثلة في تساقط الشعر، تلف الشعر، تقصف الشعر. فزيت ذيل الحصان أو ذنب الخيل يمتلك قدرة على علاج مشكلة الصلع وحتى الصلع الوراثي من خلال إحياء بصيلات الشعر وحثها على النمو. كذلك يمنح شعرك بريقا وحيوية، كذلك يزيد نعومة الشعر لأنه يحتوي على مادة السيليكا الطبيعية والتي تزيد من ملمس شعرك الحريري وتقلل من تجعده. تلاحظين النتيجة من أول استخدام، يخلص الشعر كذلك من مشكلة قشرة فروة الرأس. وقبل استعمال الزيت نقوم بتسخينه على نار هادئة، ثم نقوم بتدليك فروة الرأس وبصيلات الشعر حتى الأطراف بهذا الزيت. ندلك الفروة بحركات دائرية لطيفة، تساعد هذه الحركات على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ومما يساهم في زيادة سرعة امتصاص الزيت. ويترك على الشعر من مدة تصل إلى 6 ساعات تقريبا. نكرر استخدام هذا الزيت 3 مرات في الأسبوع،
والنتائج تبدأ في الظهور في مدة استخدام تصل إلى الشهر تقريبا، ولكن أنصح باستخدام الزيت مع الشامبو ومع التونر حسب رغبتك إذا أحببت النتائج تكون سريعة وفي شهر فقط في تطويل الشعر وتكثيفه وحل المشاكل التي ذكرتها. أنصح باستخدام الروتين عفوا من الزيت والشامبو والتونر. ننتقل إلى عمل الشامبو، شامبو ذنب الخيل. نحتاج إلى أولا مغلى عشبة ذنب الخيل. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من عشبة ذنب الخيل ونضع عليها كوبين من الماء على نار هادئة لتغلي لمدة 10 دقائق، نتحصل على مغلى عشبة ذنب الخيل. نأخذ مقدار الكوب يمكنك مضاعفة المقادير حسب الرغبة. المكون الثاني، نحتاج لملعقة طعام كبيرة من صابونة زيت الزيتون أو صابون الغار. هذين النوعين من الصابون الطبيعي رائعة جدا للشعر، ويمكنك استخدام أي نوع صابون بالعادة تستخدمينه للشعر، طبعا يكون طبيعي. ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من شامبو الأطفال. هنا يمكن الاستغناء عن شامبو الأطفال وتعويضه بأي نوع شامبو بالعادة تستخدمينه. هنا الشامبو يمكن قلت الاستغناء عنه، ودوره هو زيادة فعالية الشامبو وكذلك زيادة صلاحية هذا الشامبو إلى شهر إذا قمت بإضافة شامبو الأطفال. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يذوب الصابون نهائيا، ويمكن كذلك إضافة كبسولة فيتامين إي الخاصة بالشعر، متوفرة عند الصيدلية فيتامينات خاصة بالشعر، هذا فيتامين إي خاص بالشعر طبعا إذا كان متوفر، ويزيد من صلاحية الشامبو وكذلك لمدة شهر كامل فقط في الحمام دون الحاجة إلى وضعه في الثلاجة. إذا لم ترغبي بإضافة الشامبو ولا الفيتامين، صلاحية هذا الشامبو تدوم لمدة أسبوع واحد فقط. وهذا هو الشامبو المتحصل عليه، ويحفظ الشامبو في أي قارورة ويوضع قلت في الحمام إذا استخدمنا الفيتامين وكذلك شامبو الأطفال. فوائد كذلك هذا الشامبو: يكثف ويطيل الشعر، وكذلك يعالج القشرة الشعر. استخدميه مع كل استحمام أو بعد استخدامك لهذا الزيت. الوصفة الثالثة وهي تونر ذنب الخيل. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من عشبة ذنب الخيل ونضع عليها كوبين من الماء المغلي مباشرة، كوبين من الماء المغلي، أو يمكن غليه على النار تكون هادئة مع إحكام إغلاق الإناء حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة والموجودة في عشبة ذنب الخيل. يترك لمدة ساعة كاملة، وبعدها يصفى التونر ويوضع في بخاخ، ونستخدمه بعد غسل الشعر، بعد غسل الشعر بالشامبو وتجفيفه قليلا. يستخدم البخاخ على الشعر ولا حاجة لغسله بعد استخدام التونر ذنب الخيل، لا حاجة لغسله، لا توجد به رائحة غير مرغوبة. يمكنك استخدامه من مرتين إلى 3 مرات في اليوم، رائع لإطالة الشعر بسرعة. هذه الوصفات آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك الرجال يمكنهم استخدامه، قلت أنه يعالج الصلع
وكذلك الأطفال الصغار من عمر 3 سنوات فما فوق يمكن استخدام هذه الوصفات لهم وبكل أمان. التونر يمكنك عمل كميات كبيرة منه وحفظه في المجمد، فقط تقومي بتسخينه عند الاستخدام. الزيت هنا صلاحيته تدوم لمدة 6 أشهر، وكذلك بالنسبة للتونر يحفظ في الثلاجة صالح الاستخدام لمدة 1 أسبوع كامل، إذا قمنا بحفظه في المجمد صالح الاستخدام لمدة 2 شهر كاملين. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.